الوصول اليهم بسبب شده القصف والجرحى، يعني تعدوا ال 100. ومنذ قليل كان هناك 3 غارات جويه على الحي القت براميلها التي ان تي، حيث امس يعني ارتكبت مجزره في الحي، ذهب ضحيتها 11 شهيد، ويوجد لدينا كما ذكرت لك اكثر من 100 جريح. يعني اهالي الحي، كنت انوي في هذه المداخله ان يعني ابعث بنداء لدخول على الاقل طبيب جراحي، لا يوجد لدينا اطباء بتاتا، لدينا اكثر من 100 جريح بحاجه لطبيب فقط لكي يوقف النزيف من هؤلاء الجرحى. ابو محمد الحمصي، عضو شبكه شام مدينه حمص، نشكرك لمشاركتك معنا اليوم بصباح الخير، ونتمنى ان شاء الله اكيد كل الرحمه للشهداء اللي سقطوا اليوم.